السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة، وحلقة سريعة كده نقول لكم اللي حصل النهاردة كله في كرة القدم، لأن النهاردة كانت الدنيا يعني معترك رياضي، كان كمية ماتشات وفرق بتاخد بطولات وترتيب مراكز في الدوري وهدافين وحاجات كتير قوي. هنبدأ أول حاجة بالكونفدرالية، بيراميدز يتعادل مع انيمبا، وبذلك ايضا بيراميدز بعد طبعا مباراة الزمالك كانت 4-1 والعودة بقت 1-1، بيراميدز يتأهل لملاقات الرجاء البيضاوي اللي افترس النهارده اورلاندو بايرتس بنتيجة 4-0 في مباراة للتاريخ للرجاء البيضاوي المرشح الاول للبطولة حتى الان، الرجاء البيضاوي المغربي. وبرضو القطن الكاميروني يواجه شبيبة القبائل الجزائري بعد ما أقصى نادي الصفاقس التونسي، يعني شبيبة القبائل أقصى الصفاقس التونسي والقطن أقصى نادي جيراف السنغالي، وهيبقى نص نهائي ناري ما بين بيراميدز والرجاء وكلاكيت تالت مرة في هذه البطولة. طبعا تعرفين ان الرجاء كان مع بيراميدز في نفس المجموعة، والرجاء فاز على بيراميدز ذهابا وإيابا، فيمكن كل التوقعات تذهب لان الرجاء هو اللي هيفوز بالكونفدراليه. اي نعم كره القدم ملهاش كبير، ولكن اعتقد الرجاء بنسبه كبيره هيفوز بالكونفدراليه. الخبر الثاني معانا ايضا هو فوز نادي الهلال السعودي الزعيم ببطوله الدوري السعودي للمره 17 في تاريخه. يعني بجد نادي الهلال السعودي يسيطر على كرة القدم السعودية أرضا وجوا وبحرا وكل حاجة. برضو نحب نوجه التحية لنادي الشباب السعودي إن هو كان مجتهد جدا في هذا الموسم وحاول إن هو ينافس الهلال السعودي، وأيضا يمكن في المباراة بتاعت النهاردة دي كان الشباب السعودي كسب 5-1، ولكن في الآخر نهني نادي الهلال السعودي الزعيم وكل جماهير نادي الهلال السعودي بالفوز بالدوري السعودي للمرة 17 في تاريخ نادي الهلال السعودي. وأيضا مفاجأة مدوية في الدوري الفرنسي بعد فوز ليل بالدوري الفرنسي منذ دقائق قليلة، طبعا بعد ما باريس سان جيرمان كسب برضه ليل كسب، ولكن في الآخر ليل هو اللي قدر ان هو ياخد الدوري الفرنسي في هذا الموسم ويحقق المركز الاول عن جدارة واستحقاق واجتهاد. ويمكن شفنا رئيس نادي باريس سان جيرمان طوال المباراة عمال يتابع نتيجة مباراة ليل وهو قاعد في مدرجات مباراة باريس سان جيرمان، عمال يتابع نتيجة مباراة ليل كل شوية مستني لليل يتعادل او يهزم حتى يحقق باريس سان جيرمان البطولة، ولكن ليل ابى ذلك و اجتهد، ويعني فعلا ليل استحق ان هو ياخد الدوري الفرنسي في هذا الموسم. وعندنا برضو الدوري الانجليزي انتهى النهارده وأصدر الستار على هذا الموسم من الدوري الانجليزي، والترتيب طبعا اللي كان مفاجئ لناس كتيره ما كانوش متوقعين هذا الترتيب. طبعا السيتي طبعا خد الدوري وخد البطوله بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني اليونايتد، والمركز الثالث ده اللي كانت الناس مش متوقعاه بعد ما ليفربول اخفق في هذا الموسم ونزل في المراكز جدا، اعتقد لغايه المركز الثامن او التاسع او يمكن اكتر من كده مش متذكر بصراحه، قدر تاني ليفربول ان هو يصعد للمركز الثالث وينهي هذا الموسم في المركز الثالث رغم التعثرات ورغم الغيابات والاصابات التي لحقت بليفربول في هذا الموسم، وقدر ان هو يبقى فوق تشيلسي اللي جه تشيلسي في المركز الرابع في ايضا هذا الموسم. وعايز اقول لكم معلومه سريعه كده ان صاحب دوري ابطال اوروبا، يمكن الموضوع ده اتقال النهارده في قناه او في راديو اون سبورت اف ام من الدكتور عادل سعد، كان بيتكلم في اللوائح والقوانين للمتاهلين لدوري ابطال اوروبا، وقال ان يعني صاحب لقب دوري ابطال اوروبا لا يتاهل للموسم الذي يليه من دوري ابطال اوروبا، وايضا الوصيف لا يتاهل للموسم القادم، ولكن اللي بيتاهل ليه هو بطل الدوري الاوروبي او بطل يوروبا ليج مش تشامبيونز ليج. بقول المعلومه دي ليه؟ لان في ناس برضو مش عارفاها، وفي ناس كانت داخله في حسبه بيرما النهارده بسبب الدوري الانجليزي، وكانوا بيقولوا يعني تشيلسي لو بقى مركز خامس هل هيصعد ولا لا، لو فضل الوصيف، طب لو كسب، طب لو ما كسبش. فحتى لو تشيلسي كان مركز خامس وفاز بالتشامبيونز ليج ما كانش هيتاهل للتشامبيونز ليج النسخه القادمه، لان زي ما قلنا لكم دي القوانين بتاعت الفيفا ان صاحب التشامبيونز ليج والوصيف لا يتأهلوا. طبعا يعني بنقول هارد لك لمحمد صلاح ان هو ما قدرش يحقق
لقب هداف الدوري الانجليزي بعد ما هاري كين يمكن لغايه النهارده كان هاري كين ومحمد صلاح متساويين في عدد الاهداف، كل واحد فيهم ليه 22 هدف. ولكن النهارده في مباراه توتنهام محمد صلاح عفوا هاري كين قدر ان هو يحرز هدف ويسبق محمد صلاح في ترتيب هداف الدوري الانجليزي ويبقى معاه 23 هدف وياخد الحذاء الذهبي. هارد لك لمحمد صلاح، وكانت منافسه شريفه جدا مع هاري كين، ولو اني اعتقد ان محمد صلاح يمكن ضيع الحذاء الذهبي النهارده، كان جات له فرص كتيره ولكن هو كان بيفكر جامد جدا في موضوع الحذاء الذهبي. فلما بتفكر في الحاجه اللي انت قلقان منها او مخوفاك للاسف بتفقد جزء كبير جدا من تركيزك. هاري كين كان مركز اكتر من محمد صلاح، علشان كده قدر هاري كين ان هو يحقق لقب هداف الدوري الانجليزي لهذا الموسم والحذاء الذهبي، وتكهنات كتير جدا عن مستقبل هاري كين. هل سيظل في توتنهام؟ ولو اني اعتقد انه مش هيفضل في توتنهام. هل سيذهب لليونايتد، للسيتي، لتشيلسي؟ فاعتقد ان هاري كين من اللعيبه اللي مش بيحبوا يخرجوا بره انجلترا، وهيفضل جوه انجلترا، مش هيحترف. يعني في ناس كلمت قالت ريال مدريد عايزاه، لا ده برشلونه، لا ده مش عارف مين. ولكن اعتقد ان برشلونه تم استبعادها من موضوع ان هي تجيب هاري كين، وخصوصا بعد ما اقترب برشلونه من التعاقد مع الكون اجويرو من السيتي. فشايف ان هاري كين غالبا مش هيروح حد، يعني في كذا نادي انجليزي عرض عليه ولكن مش هيروح بره يونايتد او السيتي. وفي كلام كتير جدا ان هو احتمال كبير يجي اليونايتد. هو اتكلم طبعا عن كيفن دي بروين في السيتي، كلام كويس جدا، وقال لك ان اي حد لما يلعب جنب كيفن دي بروين او اي مهاجم التهديف بتاعه يزيد ويعلى، وان هو بيقدر يوصل اي مهاجم للمرمى. ولكن اعتقد ان هو قرب من يونايتد اكتر. وبرضه عايزين نتكلم النهارده عن لقطه رياض محرز. يعني طبعا شفنا لعيبه عرب عملوها كتير قبل كده، ولكن رياض محرز من اكبر اللعيبه العرب، يمكن مش عايز انسى حد، ولكن طبعا عندنا لعيبه كبار جدا، محمد صلاح، رياض محرز، النني، اشرف حكيمي، زياش، في كتير بس مش عايز انسى حد. فكل التحيه والاحترام والتقدير لرياض محرز لما النهارده بعد ما الدوري الانجليزي خلص والسيتي كان بيتوج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، رياض محرز كان طبعا رافع علم بلده، علم الجزائر الشقيق، البلد الكبير، وايضا رفع علم فلسطين. فلسطين يا جماعه يعني مش مجرد بلد او دوله شقيقه، فلسطين قضيه، فلسطين معنى، فلسطين اسم، وسيظل اسم فلسطين دائما باذن الله في قلوب جميع العرب وفي قلوب يعني كل محبين فلسطين ومحبين السلام. ودايما هتفضل فلسطين وتفضل القدس يعني رغم انف الحاقدين. ربنا رب دايما ينصرهم ويحرر المسجد الاقصى باذن الله. وتحيه وتقدير لرياض محرز، بجد الف شكر ليك، ويعني ده مش جديد عليك. كان معاكم عمرو عاطف في قناه صاحب الكوره، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.